السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن سلسلة الـ Climate Change Analysis الـ Violation of Runoff، اليوم عندنا الـ Regression Analysis. أنا عندي مجموعة من المحطات التحليل، تحليل الـ Regression، تحليل الانحدار اللي هو تأثير السقيط على الـ Runoff أو الجريان السطحي. نريد نعرف أنه فقط الـ Climate Change هو المؤثر الرئيسي على الـ يعني الـ climate change هو فقط المؤثر الرئيسي على الـ surface runoff، أم هناك تأثيرات داخلية على الـ surface runoff تقلل من عنده أو كذا. لذلك إيش سوينا؟ قسمنا فترة الدراسة إلى قسمين، اللي هو before construction all irrigation project and after construction، يعني irrigation project اللي موجودة لحد الآن، تمام عيني؟ يعني pre development و post development، قبل التطور وبعد التطور. فهنا عندنا الديتا اوف رانوف قسمناها الى اثنين بريود، before construction all irrigation project نسميها فترة البري development، and after construction اللي هي نسميها البوست development. الريليشن حتى الان اقيس الكورليشن بين من؟ بين البريسيبيتيشن وبين الرانوف اللي خلال هاي التو بريود. الايزوليت راح اوضحها بفيجر. هذا الريزلت مال الكورليشن بتوين البري ديفلوبمنت كان اقوى او اكثر باورفول من البوست ديفلوبمنت اللي وجدته انا. يعني قيمه الار سكوير، قيمه الار سكوير للبري ديفلوبمنت اقوى او اكبر من البوست ديفلوبمنت. هذا الشيء نص لك، هذا الشيء ينص لك انه سابقا كان ياثر الجريان السطحي على الماء، يعني على البريسيبيتيشن يأثر على الجريان السطحي بشكل مباشر، لكن بعد فترة هذا انشأت سلسلة مثل ما نقول احنا سيريز اوف دام، سلسلة من السدود، مشاريع الري، تأثير الايفابوريشن، تأثير الهيومن اكتيفيتيز، النشاطات البشرية كلها أثرت. فقامت قيمة نسبة أسغل نجي على الأكسل. هسه لاحظ انا رسمت لك مال اول محاها بيزن، اول بيزن هذا صاير بالابستريم مال بالابستريم مال العفو، هنا انا كاتبه داون بالابستريم، هذا ابستريم مال البيزن، تمام. فعندي هاي الاريجيشن، هاي قيم الرنوف متر مكعب، وهاي قيم الرينفول بالملم. فهاي اول فتره من 1.8 ل 99 تقريبا نقدر نعتبرها هي بري development، يعني قبل ما تتطور كل، لكن هاي الفترة كانت ال post development. فهاي قيمة ال rainfall، تقريبا ال rainfall حافظ على نفسه، بالإضافة إلى أنه هنا شنو هاي قيمة ال surface runoff. فلاحظ هنا تقريبا أكو بعض القيم قريبة لهاي القيم اللي هنا، والدليل هذه نلاحظ هنا هذا الرسم، هاي القيم أنا رسمت، يعني سويت أخذت هذين القيمتين. بالمناسبة أنا حطيت من 1.80 لكل هاي الستيشن، كل ستيشن نهاية بيزن مو بمحطة قياس، هاي قيم الرينفول الساقطة على هذا أو اللي تسقط على هذا البيزن، كذلك بالنسبة للثاني جرابلس وبالنسبة للثالث حصيبة، تمام عيني. فعندي البري ديفلوبمنت من 1.80 ل 99 فحطوطت لك اياهم باللون الأزرق، والبوست ديفلوبمنت سويت باللون الأصفر، تمام عيني. فهسه نجي هاي اخذ طبعا الير ما اخذتها اني، ما ترسم الرسم يكون فقط بين هاي وهاي فقط، لكن انا عفت لك السنوات هنا حتى بالشرح تكون واضحه لك ايش تقصد بيها فتره البري ديفلوبمنت بريود والبوست ديفلوبمنت، حتى اقول لك انا بالنسبه لي الدراستي اخذت هاي من هنا، هي هاي البري ديفلوبمنت وديش البوست ديفلوبمنت، تمام عيني. فنزلت هذول هنا، حطيت رسمت هذا الرسمين، هذا الرسم يمثل لك البري اللي هو الأزرق الأول واحد، والثاني الأصفر يمثل لك هذا الرسم. لاحظ نفس قيم الأنهاء هذا، لكن شوف الجريان السطحي قل، يعني ما أعلى حد وصل لهنا 25، بينما بالبري وصل لحتى 40 أو 46. هذا يرجع السبب أنه الأمطار أكو كميات أمطار كبيرة، لكن قيم الجريان السطحي أقلت. شو يرجع السبب؟ يرجع إلى التبخر صار أعلى، هاي أول فقرة. ثاني فقرة صار نسبة الـ human activities، وكذلك سلسلة من السدود انشأت، وانا هذه السدود ايضا وضحتها برسم المنشأ. اذا ارجعكم انا هسه للشكل الاصلي، ابسط يعني منطقة الدراسة اللي ما اخذتها انا، شوف لاحظ كم سد موجود، لاحظ انا هسه لحد الان وضحت لك هنا، حتى كاتبت لك الدام سد، شوف هسه بس اكبر لك الصورة حتى تلاحظ
نسبة السدود الموجودة. لاحظ هذا عندك هنا سد، هذا تشرين دام، هذا هنا أيضا سد بيرجك دام، تمام. وعندك سد هنا حديثة دام، وبعد سدود أكو هنا سد البعث، لكن أكبر سدود موجودة يعني على طول على المنطقة. فهاي السدود تتحكم بإطلاقات المياه، يعني هنا الماء اللي يجري خلال النهر ما نقدر نعتبره ناتشرال فلو، وإنما شنو يعتبر كنترولد فلو، يعني مسيطر عليه. يعني أنا المي مثلا هنا صارت كميات أمطار سقيط كلش عالية، سيطر عليها يا سد، سد تشرين، سد تشرين هو يتحكم بإطلاقات المياه للمنطقة اللي صايرة بعده. كذلك الأحواض الفرعية أيضا بيها إريجيشن بروجكت. فهذا يرجع حتى أفسر أنه السبب الحالي لنقصان المياه الوارد إلى أي منطقة اللي أنا يعني أريد أوصل إليها اللي هي سد حديثة، ليس فقط بتأثير الكلايمت تشينج، وإنما تأثير سلسلة المشاريع الري اللي انشأت خلال منطقة الدراسة، هاي أثرت بشكل كبير. والدليل هاي تلاحظه هنا، لاحظ أنه عدة أمطار بكميات كبيرة، لكن السقيط يعني الجريان السطح الواصل لهذه المنطقة هو قليل. يرجع السبب شنو؟ سبب السدود، السدود اللي تحجز كميات المياه هاي، وأيضا التبخر، وأيضا النشاطات البشرية اللي بالمستوى المتقدم حاليا. فهذا هو تحليل يسمونه بالريجريشن اناليسيس بين الرينفول رانوف، تمام. حتى ابين انا هسه هنا، وبالمناسبه دائما لاحظ هنا انا سابق وتناولناها، قلنا قيمه الار سكوير، نرجع قيمه الار سكوير هاي هنا، قلنا قيمه مور بورفور دائما يكون اعلى. لاحظ هنا هسه بس اشوفك اياه، هاي قلنا الار سكوير او يعني الكورليشن بالبري ديفلوبمنت، البري ديفلوبمنت دائما شي يكون يكون اكبر من هذا. لاحظ هنا بالبري ديفلوبمنت مور باورفول دان، اكثر من البوست ديفلوبمنت اللي هي فتره التطور اللي صارت ما بعد التنميه، تمام. هسه شلون نتاكد؟ روح للاكسل، لاحظ هاي الرسمين عندك، هاي الفتره الاولى اللي هي فتره البري ديفلوبمنت وهاي البوست ديفلوبمنت. لاحظ هنا الار سكوير ايش قد طلع لك، 0.8655، وهنا الار سكوير 0.5851، تمام عيني. فيرجع الكورليشن يعني نسأل العلاقه بين التصريف هنا والامطار قلت. ليش؟ لان مو فقط الامطار هي المتحكم الرئيسي بالجريان السطحي، وانما ظهرت بفتره التكنولوجيا والتطور الحديث انه اكو عوامل ثانيه تاثر على الجريان السطحي اللي سبق وتناولناها وكتبناها ايضا، انا كتبت لكم اياها، هي سلسله The construction هذا of series of dam، إنشاء سلسلة من السدود على طول منطقة الدراسة، هاي أحد العوامل المؤثرة. بعد عندي عامل مؤثر، نعم، اللي هو الـ human activities، صحيح. بعد عندي عامل ثالث مؤثر، نعم، العامل يعني الـ storage of water، خزن المياه بمكانات معينة، أي irrigation project، وارتفاع درجات الحرارة راح يسبب لي نوع من الايفابوريشن. ايضا هذا الايفابوريشن صح هو مؤثر مو بقدر هذه المؤثرين الاول والثاني، لكن هم له تأثير. فالجريان فهذا هي الاسباب الرئيسية حتى انا افسر لك الاريجيشن او الريجريشن اناليسيس، تحليل الانحدار اللي خاص بالسيرفيس رانوف. اتمنى تكون حتى تعرف تتقسم شلون. لاحظ هنا أنا هالشكل اللي تريد تسوي تأثير على البوست والبري، هالشكل تسوي، تاخذ لكل بيزن عندك، انا ثلاث بيزنات هسه عندي، بالاب ستريم بالنسبه للبيزن وبالداون ستريم وبالميدل، تمام. فكل بيزن عندي مقدار الرنوف بالملم، الرنوف بالمتر مكعب، وكذلك الرينفول بالملم، وقسمت الفتره. هاي الير ما تدخل بالرسم، وانما وضعتها لك بس حتى اقسم لك الفتره. هاي الفتره اللي مثلتها انا لك باللون الازرق، هاي لاحظ هذا، هذه اسمها فترة البري ديفلوبمنت يعني قبل التطور، وهاي الفترة الثانية من 2000 إلى حد 2020 عند البيانات آني يسمونها البوست ديفلوبمنت، تمام. فتسوي لكل واحدة. هسه أنا الرسم هذا الأول فقط للشمال لذني الاثنين، لذني رسمتين، هذني بهذا الرسم وهذني الثانيات اللي جواها بهذا للأخير بهذا الرسم، وكذلك تكمل الرسم بالنسبة للبيزن للميدل، وكذلك للبيزن اللي صاير بالداون ستريم، حتى تشوف مقدار الاختلاف والتغير اللي يصير. اتمنى تكون محاضرتنا لهذا اليوم كلش مفيده، وايضا بالمناسبه ترى هي مفيده جدا وراح تفيد الباحثين خاصه اللي يشتغلون علاقات الريجريشن او علاقات شغلهم بين الرينفول رانوف، حتى لان احنا دا نثبت انه تاثيرات خاصه الحديثه، تاثيرات الـ احنا نسميها اللي تاثر على الجريان السطحي،
حتى من احد يسالك انه جريانك هل، لان احنا احد عندنا احد العوامل تاثر يعني على الدراسات الحاليه هي الانسرتينيتي. فالانسرتينيتي ممكن تجيك يعني احنا قلنا من الموديلات الهيدرولوجيه، وايضا تجيك انه يعطيك فت عن نوع علاقه بين الرينفول والرنوف. فده تلاحظ هنا أنا شوف العلاقه بدت بين الرينفول والرنوف بدت تقل بالعصر الحديث، يرجع السبب قلنا لهذه الاسباب البشريه الموجوده. فإن شاء الله محاضرتنا لهذا اليوم انتهت، ألتقيكم بمحاضرات قادمة. أي سؤال أو استفسار بخصوص هذا الموضوع تقدرون تراسلونا، وأنا أيضا راح أضيف لكم يعني بعض المعلومات ضمن صندوق الوصف، وألتقيكم بمحاضرات إن شاء الله. بالمناسبة نرجع ونقول هاي الأمور البحثية كلها راح نضمنها بالسلسلة اسمها Climate Change Analysis. ألتقيكم بمحاضرات أخرى إن شاء الله ضمن هذه السلسلة. دمتم بأمان الله وحفظه.